الحرية الفردية هي من الأفكار التي يعني تثار كثيرا، لكن الإنسان ما كيتعمقش فيها في الأصل ديالها ومنين جاية إلى ماذا يعني تصل. ملي كنجيو نتأملوا في الأصل ديالها كنلقاو فعلا تناقضات كثيرة. أولا ليس هناك يعني مجتمع بدون قيود، ضروري يعني ملي كنديروا المجتمع كيكون واحد الإطار، واحد القوانين، واحد القيود، فهنا كنطوقوا هاد المنظومة الليبرالية. وغنجيو للفكرة ديال إذا من يضع هذا الإطار؟ إلا قلنا الديمقراطية فإذا هي الأغلبية. لكن ملي كترجع للمفكرين الليبراليين مثل جون ستيوارت ميل، جيريمي بنتهام إلى غيرهم، كيقول لك هذه الحقوق المطلقة اللي هي ديال الحرية لا يمكن أن تطوق حتى من طرف الأغلبية. فإذا كنوليو في كنبداو نسقطوا في بعض التناقضات العضوية في الفكرة. ملي كنجيو للواقع، ملي كنجيو للواقع ديال الفلسفة المادية مثلا، الفلسفة المادية لا تعترف بشيء اسمه الحرية. الفكر المادي جبري، الإنسان مسير والأفكار هي بنات تفاعلات كيميائية، وتفاعلات كيميائية لها أسباب، والأسباب ترجع إلى ما لا نهاية. ففي الإطار مثلا ديال الإلحاد ليس هناك شيء اسمه الحرية، فأصلا هناك تناقض في المنابع الفكرية ديالها. فالحرية هي فكر ديني، الحرية فكر ديني، لكن الموجة الإلحادية اللي كاينة الآن غدا فحال غدا بالموازاة لا تعترف بلوازمها. طيب نجيو مثلا للمجتمع المغربي، ملي كنشوفوا الاستفتاءات كنلقاو مثلا تقريبا 88% من الناس ضد رفع التجريم عن علاقات الزنا. فالمجتمع هو واخا جميع الانحرافات ديالو كيبقى واحد المجتمع اللي عنده جذور، وربما هو في السريرة ديالو قد يقع في مخالفة تلك الأصول ديالو، لكن كيبقى معتز بالهويه ديالو. ما غاديش نقولوا كما كيروجوا هما انه مجتمع منافق، لانه كي يعني كتلقى انسان تمشي الجامع وفي نفس الوقت كيدير شي مسائل اللي هي لا. حنا كنقولوا انه الانسان له هويه، له محيط مثلا يعيش فيه، وان وقع فيما وقع فيه دائما كاين واحد الباب مفتوح للرجوع الى الله عز وجل. نعم تفضل. فهاد القضية ديال التناقضات ندخلوا معها شي شوية في التفصيل. لماذا يعني المطالبة بالحرية الفردية في الإطار ديال هاد المجتمع اللي هو السائر نحو الحداثة والمادية هو تناقض يعني في حد ذاته؟ أولا القضية ديال الفلسفة المادية كما قلنا هي قضية لا تعترف إلا بالمادة، والمادة هي مسبب، هي سبب ونتيجة، والسبب كذلك يرجع إلى سبب، بالتالي الإنسان هو نتيجة أسباب، وحتى الأفكار دياله هي نتيجة تفاعلات كيميائية، فهو مسير. يعني الماديين، الملاحدة الماديين يقولون أن يعني الإنسان مسير. ففكرة الحرية هي وهم فقط، هي فقط وهم. وهاد المادية هذه ملي كتجي تعمق فيها كتلقى أنها بدات كتسيطر على المجتمعات من الجانب الاقتصادي، ولكن هذا الجانب الاقتصادي ما هو إلا باب الجانب الفكري. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر. يعني بداية اقتصادية نعم، لكن النتيجة فأول فكري. تناقض المادية هو تناقض فلسفي، أول تناقض الحرية هو تناقض فلسفي مع سياقها المادي. المادية تقول الإنسان مجبر، والحرية تقول لك لا، الإنسان ممكن أن يختار. هذه الأولى. المسألة الثانية ملي كناخذ السياق الأوروبي مثلا، لو كان يعني هذا المجتمع اللي هو النموذج ديالهم هذو اللي كيناديو بالحرية وكذا والحداثة، لو كان يعني مجتمع فيه واحد الحرية للممارسة، لكان يعني مجتمع يجيز مثلا نقاب، صحيح المرأة كتلبس واحد اللباس، شنو الإشكال غيكون؟ لا يدور واحد المرأة أخرى، الحجاب من باب أولى. نعم.
سقطي في الحلقة الماضية المثال ديال المرأة محجبة تمنع من مرافقة الأطفال بلباسها، فاش خطر هي الأطفال ولا الآباء ولا المدرسة؟ يعني شيء غير مفهوم. المنابر، المنابر ديال الأذان، المآذن، المناغي، لماذا تمنع في بعض الدول مثل سويسرا؟ نعم. فاش كاين واحد البناية اللي ما نقولوش حتى كاين فيها الأذان كيتقال غير البناية، فاش غضرك انت؟ صحيح. كضرني في المجال البصري، حتى المتبرجة كضرني انا في المجال البصري. ايوا. يعني المجال البصري ولا فيه إشكال؟ نعم صحيح. فهمتي؟ القضية ديال التعدد، إلا كنا في مجتمع ليبرالي، مجتمع فيه الحرية الفردية، قضية التعدد ما خصها أبدا تكون مشكل. نعم. أبدا، ما يمكنش تقول لي الحرية الفردية ومن بعد تقول لي حقوق المرأة اللي غنفرض على مراتك. ما يمكنش. إذا هذا تناقض. هذا تناقض. نعم. هذا تناقض. عندنا تناقضات أخرى مثل مثلا قضية الكلام في محرقة اليهود. نعم. تمشي لفرنسا أو دول التي تجرم الكلام في هذا، توضع علامة استفهام على المحرقة. مشكلة. فقط تشكيك في الأرقام. نعم. تقدر تسالي في السجن وبغرامات مالية باهظة. أين الحرية في هذا؟ نعم. هذا فقط كلام، هذا فقط فكر. أين حرية الفكر؟ هذا ضميري أنا، ضميري يملي علي أن هذا المحرقة ما كانش كما كتقول. ما هو الإشكال؟ نعطيو مثال آخر ديال التناقضات ديال هذه الحرية في المجتمع في الواقع. إنسان سب إنسان آخر من الناحية المادية، ماذا الأول؟ فاش دار سبيتك؟ يسب اللي بغى يسب يسب. شنو الإشكال إلا كنا في مجتمع، ولكن تما في المجتمعات ديالهم إلا سبيت إنسان كتسالي في المحاكم والغرامات المالية الكبيرة. تؤذيه في سمعته، كيسميوها لا ديفاماسيون. أنا حر أن نتكلم في اللي بغيت مادام ما ضريتوش، لكن هنا كيقول لك حبس محاكم. طيب. قضية أخرى فيها شوية شائكة، قضية تناول المخدرات. نعم. إنسان في البيت ديالو، مجتمع غربي ليبرالي، بغى يتناول مخدرات، الحرية ديالو غيضرب نفسه شغلو هذاك، علاش أنت غتجي غتمنعو؟ أين الحرية في هذا؟ صحيح. عندنا مثلا شيء آخر فظيع، وقد سئل أحد الملاحدة عن هذا الشيء، وهذا أكثر تناسقا من هذا اللي سامعين. هذا المجتمع اللي يسمى اصطلاحا المثقفين كنسميوه من اللي سامعين، بزاف منهم غير سامعين المفاهيم. هذا ملحد مادي متناسق في فكره، قالوا له شنو الإشكال بالنسبة لي لك في علاقات زين المحارم؟ ما كاينش إشكال. هذا واحد، هذا قمة الفظاعة وقمة مخالفة الفطرة، لكنه متناسق في فكره. فقال لهم ما كاينش إشكال، ما كنشوفش إشكال من ناحية المادية، من ناحية هو متناسق مع ما يعتقده. طبعا 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 متناسق. هما اللي ماشي متناسقين، هادو اللي كيقول لك حقوق المرأة والعلمانية والحرية في سياق مادي إلحادي. هادو يجمعوا المتناقضات يعني بواحد الشكل غريب وعجيب. يعني إنسان مثلا في فرنسا يريد أن ينهي حياته، إنسان وصل لواحد المستوى ديال المرض، مل الحياة ديالو، بغى ينتحر. كتجي الحكومة الفرنسية كتقول له لا، ما يمكنش تدير تنتحر بالناحية الطبية. كيقولوا له إما سير لقي راسك من الجبل ولا راه ما كاين ما يدار. فهذا بغى يوضع حد للحياة ديالو، بغى ينتحر. ما كيعطيهوش الحق. أين الحرية في هذا؟ حياتي ما غندر حتى شي واحد، بالعكس نهنيكم من واحد الكلفة ديال واحد المريض. أجي نشوفوا احنا من الناحية الاقتصادية البشعة. نعم. واحد المريض كيكلفنا فلوس أن 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 بغى ينهي الحياة ديالو. يعني شيء من ناحية الإنسانية فظيع. صح. ولكن من ناحية ديال الحرية شيء عادي جدا. عادي. عادي جدا. نعم. ما عنده حرية بغى يوضع حد ما كاينش شي واحد غيقول له علاش. فعلا فعلا، يعني تناقضات كثيره، لا من ناحيه الاصول. نعم. لا من ناحيه الفكر الفلسفي، لا من ناحيه ديال الحريه في المجتمع الغربي، لا من ناحيه ديال الحريه مع اللوازم ديالها. صح. يعني تناقضات
صارخة. هذه الدعوة ديال الحرية الفردية دعوة مليئة بالتناقضات. ما دامت يعني مليئة بالتناقضات كما رأينا، يعني تناقضات صارخة، لا شك أن الأمر إذا كان مبنيا على التناقض، مآله ونتيجته على الأسرة ستكون وخيمة دكتور. فعلا فعلا، يعني كاين نتائج على الأسرة وعلى المجتمع اللي هي صعبة. هاد النتائج عطيو غير بعض الأمثلة باش توضح الصورة. أولا، إذا قلنا يعني كاين واحد المجتمع اللي فيه العلاقات الزنائية مفتوحة، علاقات خارج إطار الزواج، ما فائدة الزواج؟ ما عنده فائدة. ولذلك في الغرب معدلات الزواج غادا وتتراجع. شنو الفائدة؟ كاع داك المبتغى اللي كنا كنقلبوا عليه الزواج كاين خارج إطار الزواج. إذا شنو الزواج؟ ورقة وثيقة غتربطني. بل ربما في الغرب كاين واحد التناقضات واحدة أخرى، أن الطلاق مكلف جدا. صح. قد يكلف الإنسان نصف ثروته. لذلك هما ما تدخلوش أصلا في المنظومة ديال الزواج حتى من بعد ما كدوز واحد 30 سنة ديال العلاقات. ربما ما يبقوش يدخلوا ليها، ولا ما يدخلوش ليها، كاع. وهذا في صالح الرجل. لماذا؟ لأن الرجل يستفيد أكثر. التبعات ديال العلاقة على المرأة أعلى من على الرجل. الرجل يمكن له تكون عنده، يعني مع الأسف، يعني يقدر يدير علاقة خارج إطار الزواج ويخرج سليم، ما عنده حتى شي حاجة. صح. صح. على الأقل في الدنيا. صح. أما المرأة قد يكون هناك حمل، يعني قد بزاف ديال التبعات. صحيح. والمرأة بالفطرة ديالها كتبغي الأطفال، فهي اللي غتاخذ الأسرة. نعم. علاش كان الزواج لحماية هذه المرأة والحقوق ديال الأطفال والإطار ديال الأطفال إلى آخره. فملي كنعطيو هذا المفتاح ديال الزنا، اولا كيكسب الطلاق. علاش؟ لان كيوليو العشيقات والخليلات تهدم الاسره كمنظومه، كمؤسسه متجانسه. كيولي واحد يطلق ويعاود يتزوج ويطلق ويعاود يتزوج، ويكون عنده خليله الاولى وخليله الثانيه، والخليله تكون عنده خليله. غادي نوصلوا لداكشي اللي قرينا انا وياك قبيله ديال، المهم بلا ما نسمي الجريده. لان ونزه هذا يعني هذا المكان هذا من ان اذكر اسمهم. 15000 حاله طلاق. العنوان بدات المراه تتحرر من سلطه الرجل، يعني نجاح. تخيل معايا صار، يعني هذا الاحصاء اللي هو نقدر نسميوه كارثه. رقم مهول، رقم مخيف. الطرف الاخر كيسميه انجاز، وان المراه وصلات فهمتيني وقدرات انها تفك من يعني من سلطة الرجل. هذا في حقيقة، يعني هذه من النتائج ديال هذا الفكر ديال الحرية الفردية، هو زيادة هذه القضية ديال الطلاق. يعني طبعا لأنه كيزيد نشوز المرأة. كتعطال الوهم بكثير من الأوهام كتسوق لها. لكن في حقيقة الأمر عندنا الولادات خارج إطار الزواج مثلا. أطفال، يعني أمهات عازبات، أطفال الشوارع. فرنسا أكثر من 50% من الأطفال خارج إطار الزواج. تصور أكثر من 50% من الأطفال خارج إطار الزواج. إجهاض. عن أي أخلاق يتحدث؟ طبعاً الإجهاض، الإجهاض، الإجهاض. قضية الإجهاض. الإجهاض في تزايد. لماذا؟ نتيجة هذه العلاقات اللي هي خارج إطار الزواج. لأن المرأة اللي كتحمل خارج إطار الزواج كاين واحد العار، كاين واحد الإشكالية. داكشي علاش كيدافعوا هما على قضية الإجهاض؟ طبعاً طبعاً قضية الإجهاض. يعني وقضية قضية الأعراض وقضية الحياء، وهذا قضايا يجب ان تهدم. لماذا؟ لان هي التي تورث هذا العار وكذا وكذا. بما ان هذه الاشياء تورث هذا فنهدم يعني كل شيء. فاش كيوقع؟ كيوقع ان الطفل، الى مشيتي الان الولايات المتحده تلاقيتي شي شاب طفل، يعني الحظوظ انه يكون خارج اطار الزواج اعلى من الحظوظ انه يكون في اطار الزواج. سميت الفرنسا يعني بالضبط. فكيطلعوا اطفال ناقصين داك التاطير. نعم. اللي ما كيكونش الاب والام كيكون التاطير ديال الطفل اقل. طبعا كاين حالات استثنائيه اللي الطلاق فيها افضل. نعم. لكن على العموم الطفل كيحتاج اب وام. صحيح. كل واحد كيؤدي الدور ديالو، كل واحد كيؤدي الدور ديالو في واحد التوازن. والمراه يعني كتعاني اكثر، والاسر اللي فيها فقط المراه كتكفل بالابن، فالمراه الا كتكفل بالابن خصها تخرج تعمل.
مشقة يعني غتخلي داك الولد طبعا الابن الابن عاوتاني فين يتخلى غيتخلى في واحد المؤسسات بعضها صالح بعضها غير صالح صحيح فعندنا عندنا نتائج اللي هي حقيقة المآل ديال هاد الحرية الفردية صعب جدا بارك الله فيك دكتور يعني ممكن انا ننتقل للحديث على لان من كنتكلموا على هاد الامور لا بد ان نصل الى يعني حكم الاسلام لان دائما عندنا بفضل من الله عز وجل عندنا الحلول في هذه المنظومه المتكامله ملي كنهضروا على المنظومه الناقصه المتناقضه التي جاءت يعني بالمشاكل وبالكوارث سواء على مستوى الاسره او مستوى المجتمع عندنا الحل في يعني في حكم الاسلام ما هو يعني نظر الاسلام الى هذه القضيه هو هذه المساله يعني واضحه جدا يعني الذين يحب ان الذين يحبون تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره كل امتي معافات الا المجاهرين نعم قضيه القضايا المتعلقه بالاعراض هذه راه من كليات الشريعه حفظ الاعراض صحيح. حفظ الناس حفظ التماسك المجتمع حفظ الاسره يعني من كليات الشريعة صحيح فالأشياء التي تأتي وتهدم الأسرة لأن أسرة متماسكة راهي واحد الكيان متماسك الاختراق دياله صعب واحد الطفل غيطلع في واحد الإطار متجانس الاختراق ديال ذاك الفكر ديال ذاك الطفل صعب ولذلك أخطر أخطر المجرمين إلا بغينا منين كيجيو ما كيجيوش من الأسر كيجيو من الشوارع صحيح علاش لأن ما كاينش الإطار نعم نفتقد الإطار بما أننا نفتقد الإطار فالإنسان يعني معرض لجميع التيارات بعضهم يصلح بعضهم كيمشي للانحراف صحيح فبالتالي من 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 المنظور الإسلام جميع الأشياء اللي كتأدي لهذه الانحرافات طبعا ممنوعة ولا تقربوا الزنا ولا تزنى نعم. ولا تقربوا الزنا يعني الاشياء مقدمات المقدمات التي نعم. تؤدي بارك الله فيك الزنا وهنا يعني ذكر بعض الفقهاء ان مقدمات الزنا اذا انشاء الحاكم فيها ممكن يكون فيها تعزير نعم. ممكن يكون فيها تعزير ان الحاكم نعم. ان راى ذلك او لا نعم. الامر ذلك الامر لا يرجع له حسب اجتهاده يعني طبعا وهنا كنذكر ربما حديث السفينه نعم صحيح هذا هو خير مثال فعلا فعلا حديث السفينة يعني لأن احنا في المجتمع وكأننا في سفينة فعلا ينبغي للكل أن يحافظ على يعني مسير هذه السفينة إلى بر الأمان إلى 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 مارسنا الفكر الليبرالي الفاحشة غتنتشر وأصحاب الحق يسكتوا صح هذه النتيجة صراحة الوخيمة الإسلام إنما جاء لكرامة الإنسان لرفع مقامه لجعله يعيش حياة آمنة أسرة تعمل على يعني تحقيق الهدف الأسمى الذي من أجله خلق الإنسان أصلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بارك الله فيك دكتور جزاك الله خيرا